حمد التبعي رئيس مجلس اداره جريده الشرق الاوسط وعضو مجلس اداره جمعية المصريه للصحف المستقله والخاصه. النهارده كان الصالون الاول للجمعيه بحضور معالي الاستاذ عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون القائم باعمال وزير الاعلام، الصحفي الكبير استاذ جمال عبد الرحيم عضو نقابه الصحفيين، الاستاذ احمد سليم مدير جهاز الصحافه والمطبوعات. كان النهارده الصالون خاص بالتشريعات الخاصه بالاعلام في مصر ووضع ميثاق شرف اعلامي جديد نعمل جميعا تحت مظلته، خاصه بعد الانهيار الاعلامي اللي احنا بنعيشه في الفتره الاخيره والفوضى الاعلاميه وتزاوج راس المال بالاعلام ولعبه المصالح الشخصيه اللي بقت النهارده فرض نفسها في ظل في الوقت اللي احنا بنبني فيه دوله جديده في عهد جديد. المفروض ان احنا النهارده نتكاتف كاعلام نساهم بدورنا في بناء الدوله، مش نهدم او نرجع للوراء كما كان في الماضي نتبع سياسه التخوين والتشكيك والاهمال والى اخره. لا، الاعلام المصري بشكل عام احنا لو اتكلمنا احنا بنعيش كارثه اعلاميه، احنا ما عندناش اعلام، احنا عندنا فوضى، احنا عندنا النهارده قنوات بتشتم بعضها، عندنا اعلاميين بتصارعوا على الهوا، عندنا تشكيك. النهارده احنا قمنا بثوره، الثوره دي المفروض ثوره تطهر من القاع. النهارده الاعلام المصري بصفه عامه سواء كان مسموع او مقروء او مرئي تمام وصل للقاع في الوقت ان احنا كان عندنا الرياده زمان وكنا متصدرين المشهد الاعلامي. جاء من الخلف قنوات عمرها الافتراضي سنه وست شهور وسنتين واربع سنين وخمس سنين متصدرين المشهد. ليه؟ لان السبب فينا احنا والعيب فينا احنا، لان النهارده في ظل غياب قانون ضابط للاعلام، ميثاق شرف اعلامي تمام، لا بد ان تحدث الفوضى، وفي ظل الفوضى تتحقق المكاسب. نشر الفوضى ده وراء مكاسب كتير لاصحاب المصالح. هناك رجال اعمال كثيرين يمتلكون صحف ويمتلكون قنوات فضائيه. اصبح الاعلام او ما يقدم في الاعلام ما هو الا لعبه مصالح وتصفيه حسابات. حتى في الصحف هناك صحف تسلك هذا المسلك في تصفيه الحسابات ولعبه المصالح. النهارده بعد نهايه عهد الاستبداد او عهد الظلم سواء كان ما قبل 25 يناير او ما بعد 25 يناير وفي ظل ثوره جديده ما زالت الثوره قائمه، ثوره البناء والتعمير. النهارده احنا بندور على شرف وميثاق عمل اعلامي يجمعنا جميعا تحت مظله واحده، يكون الاعلام شريك في البناء لا شريك في الهدم. احنا بندور النهارده على اننا نجتمع جميعا تحت مظله اعلاميه لها قانون ولها شرف وميثاق اعلامي يكون الهدف منه التنوير. اعلام يمثل الضمير، يكون مراه المجتمع، يساهم في البناء، يساهم في التعمير، يساهم في رسم خارطه الدوله الحديثه مش تشويه الدوله الحديثه.